مشاهدينا، طبعا مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من ملف اليوم. تنفيذا لمخطط التقسيم الزماني، واصلت قوات الاحتلال فرض حصار على المسجد الأقصى المبارك ومنعت النساء من دخوله لليوم الثالث على التوالي. للتعليق على هذا الموضوع وهذه الإجراءات الإسرائيلية، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة هذا المساء من ملف اليوم الشيخ ناجح بكرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث. مساء الخير شيخ ناجح، أهلا ومرحبا بك معنا إلى ملف اليوم. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. اسمح لنا بداية ان نستعرض اخر التطورات لهذا اليوم في تقرير للزميلة كريستين ريناوي. منذ يوم الاثنين من هذا الاسبوع، اي لليوم الثالث على التوالي، يفرض الاحتلال حصارا على المسجد الأقصى المبارك، إذ يمنع النساء كافة من دخولها منذ ساعات الصباح الباكرة حتى 11 قبل الظهر، في الوقت الذي يسمح باقتحامات عصابات المستوطنين من باب المغاربة بحراسة قواتها، كما يحدد وقتا للرجال للدخول والخروج خلال نصف ساعة، وإلا فيضطروا للذهاب والبحث عن بطاقة هويتها في مراكز شرطة الاحتلال، ما يعتبر تطبيقا فعليا لمخطط التقسيم الزمني للأقصى. أخطر ما يحدث هو بسط السيطرة كاملة على المسجد الأقصى بهذه الممارسات ونزع سيادة الأوقاف عن المسجد الأقصى المبارك. يعني نحن نعترض بشدة على هذه الإجراءات، منع المسلمين تحديد وقت الدخول للمسلمين، وهذا تقسيم زماني تمارسه قوات الاحتلال طبعا بقوة السلاح وبقوة الاحتلال. إبعاد المسلمين عن الأقصى لا ولن يخلق أجواء هادئة لاقتحامات المستوطنين، فحالة من الغليان تسود الأقصى ومحيطه، تحديدا في باب السلسلة بالقدس القديمة، حيث ينصب الاحتلال حواجز ويمنع النساء المحرومات من دخول الأقصى من التحرك. ففي سابقة خطيرة حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات مالية لمصور تلفزيون فلسطين ومصور روسيا اليوم بقيمة 475 شيكلا بحجة إعاقة مرور الناس، مع العلم أن لا مرور في الشارع المغلق بحواجزه ومتاريسه الحديدية، وليس بعدسات توثق جرائمه وتفضح مخططاته التهويدية تجاه قبلة المسلمين الأولى. يحاولون الفصل الكامل بين المسلمين والمستوطنين فصلا كاملا، وهذا انتقال خطير، وهذه مرحلة خطيرة جدا في مرحلة التقسيم الزماني، حيث أن أصبح واضحا الفصل الكامل. اعتقلوا 3 طالبات من طالبات المدرسة الشرعية. أنا متضايقة كثير، كيف المستوطنين بفوتوا على الأقصى؟ الأقصى مش هن، الأقصى لنا وهن بفوتوا وإحنا منفوتش. الأقصى عقيدة وهو مربوط بقلبنا. للجولة الجديدة من العدوان على الأقصى دلالات ترسم ملامحه الشرسة، فعلى الأرض تطبيق لمخطط التقسيم الزمني واستشعار لردات الفعل على حصار الأقصى قبيل الأعياد اليهودية، ما ينذر بنوايا مبيتة تغير الوقائع على الأرض. من باب السلسلة في القدس القديمة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. شكرا لزميلة كريستين ريناوي على هذا التقرير، ومرة أخرى أرحب بضيفي من العاصمة المحتلة رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات. أهلا ومرحبا بك معنا مرة أخرى شيخ ناجح، ودعني أسألك بداية عن هذه الإجراءات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، هل هي فقط بمناسبة ما يسمى الأعياد اليهودية، أم أن التطبيق الفعلي كما أشار التقرير لتقسيم زماني قد بدأ بالفعل على الأرض في ساحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بقراءة متأنية للأحداث التي تجري في القدس وفي المسجد الأقصى، يمكن قراءة المشهد من خلال 3 مسارات. المسار الأول وهو المسار الاحتلالي الخطير
هذا المسار ينظر إلى مدينة القدس على أنها عاصمة أبدية للشعب اليهودي، ينظر إلى المسجد الأقصى على أنه أيضا هيكلا مزعوما وأنه روح وتجمع الشعب وإحياء للشعب اليهودي، ينظر أيضا إلى الوجود العربي، إلى السكان وإلى المصلين، ينظر إليهم على أنهم محتلين وعلى أنهم غزاة. المشهد الإسرائيلي يريد ألا يبقي لا عربا ولا يبقي مقدسا ولا يبقي أثرا، فهو يصادر الجغرافيا، بمعنى أنه غير في محيط المسجد الأقصى وغير في البلدة القديمة، غير من المشهد العربي، بنى أكثر من 70 كنيس وبنى كنس تحت الأرض وفوق الأرض، وبالتالي غير من المشهد أيضا حينما زحف بكل الرموز التوراتية، حتى أنه رحل الأموات، رحلهم من مكان، أنت تدري ماذا جرى في مقبرة مأمن الله وما يجري في مقبرة باب الرحمة، الحوض المقدس المخترع والحدائق التوراتية، رحلت الجغرافيا العربية إلى جغرافيا يهودية صهيونية، أيضا رحلت البشر بحيث أنها فرغت العديد في الشيخ جراح وفي منطقة القصور الأموية وفي وادي حلوة، أيضا رحلت الهوية والمعاني الموجودة بحيث أنها قدمت الرواية التوراتية. إذن نحن أمام مشهد إسرائيلي يعيش الخرافة، وهذه الخرافة وجدت مخططا على أرض الواقع منذ عام 67، نحن نشاهد آثار هذا المخطط. إذن هي وقائع مربوطة من خلال مشهد إسرائيلي خطير جدا، يريد أن يحضر هذه العاصمة القدس التي هي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، يريد أن يجعلها عاصمة يهودية لدولة يهودية. هذا المشهد الإسرائيلي. المشهد اليومي، الصراع اليومي في داخل المسجد الأقصى الموجود، هناك صراع ابتدأ منذ احتلال مدينة القدس من 5 حزيران 1967، استمرارا استمر هذا الصراع مع حرق المسجد الأقصى، استمرت الاعتداءات، هناك صراع، هذا الصراع ليس صراعا آنيا وليس انتهاكات آنية، هناك ردود فعل أيضا جماهيرية، هناك ردود فعل رسمية، ولكن في الآونة الأخيرة منذ اقتحام شارون للمسجد الأقصى منذ عام 2000 ولغاية الآن، الصراع بدأ بطريقة خطيرة جدا، بحيث أن لم يعد هناك حاضنة فلسطينية موحدة تستطيع أن تقف أمام هذا الصراع، لم يعد هناك حاضنة عربية قوية، والوضع العربي والإقليمي الآن يسمح بكثير من الأحيان لإسرائيل أن تنفرد في هذا الصراع أمام مقدسي مهدد في بيته، مهدد بالترحيل، أمام مقدسي تفرض عليه ضرائب، أمام مقدسي يبعد، أمام أطفال، أمام نساء، الصراع غير متكافئ على الأرض. الزمن الذي أخذ هذا الصراع حوالي 48 عام ليس قليلا. إذن المشهد في الصراع هو مشهد غير متكافئ، ولكن دعني أقول لك بأن القدس لم تجف، وبأن مقاومة أهلنا في بيت المقدس حتى يعني حينما ظهر الشباب في المسجد الأقصى جعلوا أن هذا الشباب عبارة عن تنظيم فقاتلوه، حينما ظهر الأطفال في الشوارع يرشقون الجيش ويرشقون الحجارة ويعترضون على إغلاق الأبواب والإجراءات الخطيرة جدا في هذه النقلات النوعية في محاصرة المسجد الأقصى، أيضا أكثر من 10,000 طفل مقدسي منذ عام 2000 ولغاية الآن، حينما ظهرت النساء كحركة فلسطينية نسائية وهنا شيخ ناجح اسمح لي أنا أستوقفك، لماذا يستهدف الاحتلال في هذه الفترة على وجه الخصوص النساء الفلسطينيات ويمنع دخول النساء الفلسطينيات من المرابطات إلى المسجد الأقصى، وهذا اليوم هو اليوم الثالث على التوالي؟ يعني دعني أعيد الذاكرة من خلال إعادة قراءة للتاريخ. إذا أعدنا قراءة التاريخ فعلى شعبنا وعلى الأمة العربية والإسلامية أن تذكر عشرات ومئات الشهداء الذين سقطوا في المسجد الأقصى. من الذي كان يستهدف؟ كان يستهدف الكبار والصغار والشباب،
ألا نذكر المجازر التي حصلت في 90 و96 والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية؟ كان يستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ولكن كان على رأس السلم الشباب، الشباب الذين اعتقلوا، الذين استشهدوا، الشباب الذين أقعدوا، الذين أصيبوا، وبالتالي بعد ذلك بدأ باستهداف الأطفال. اليوم يستهدف النساء. المرحلة الآن هبة نسائية جديدة، كون أن النساء لثلاثة أسباب: أولا متفرغات ومتواجدات بشكل يومي ومعترضات ومقاومات ومرابطات، وبالتالي هن موجودات. السبب الثاني أنه هؤلاء النسوة يحملن هوية واضحة، هذه الهوية تقول أنا مقدسية، أنا مرابطة، أنا لن أسمح بتدنيس المسجد الأقصى. فهي لا تحمل لا صواريخ ولا تحمل طائرات ولا تحمل مدفع ولا تحمل رشاش، هي تقول الله أكبر، الله أكبر من تدنيس ما يفعله هؤلاء فقط، الله أكبر من أن المقاومة بالكلمة وبالوقفة الاحتجاجية على الممارسات الاحتلالية. أشرت إلى موضوع الخرافة وكيف تحولت هذه الخرافة دكتور إلى واقع على الأرض ينفذها الاحتلال في مدينة القدس، والواقع والحقيقة لا تجد من يدافع عنها بكل قوة. لن أسألك ما هو المطلوب في هذه المرحلة، ربما المطلوب واضح لكل من يتابع شأن القدس، وضع المسجد الأقصى في هذه الفترة، ولكن صرخات المقدسيين هذه حتى اللحظة لم تلقى الأذان الصاغية، ما هو السبب برأيكم؟ يعني هذا هو المشهد الثالث، يعني المشهد الأول تحدثنا فيه عن المشهد الاحتلالي، والمشهد الثاني مشهد الصراع، والمشهد الثالث هو مشهد نظرية التحدي والاستجابة، بمعنى أن الاحتلال يتحداك يوميا وأنت تستجيب لوضعك، تستجيب لوطنيتك، تستجيب لمقدساتك. أنا حينما أنظر إلى المسجد الأقصى أجد حجارة الأقصى، وليس فقط حجارة الأقصى، حجارة القدس، كنائس القدس، طرق القدس، كأنها تستصرخني، كأنها تقول لي يعني أليس فيكم عربيا؟ أنا عربية منذ سنين، أنا 1400 عام لو سألتني كحجر إن نطقت عربيا، وإن تكلمت باللغة العربية. أهان عليكم أن تجدوني وقد أدمر وأرحل كما رحلت حارة المغاربة؟ هانت عليكم الأمور أن تجدوا غربانا تنعق فوق أسواري الناطقة؟ هانت عليكم أزقة المدينة؟ هان عليكم هواء المدينة؟ هان عليكم أهل المدينة؟ هانت عليكم مقدساتكم؟ هانت عليكم قبلتكم؟ فأنا أشعر بأن الأقصى يستصرخني وأن حجارة القدس تناديني، وبالتالي أنا أستجيب لهذه الصرخات. هذه حجارة ناطقة، هذه حجارة نطقت عبر التاريخ، نطقت قبل ميلاد المسيح بحوالي 2500 عام وما زالت ناطقة. من يستجيب لهذه الصرخات شيخ ناجح؟ لأنها حجارة بنية. من يستجيب لهذه الصرخات التي تصدر هم فقط من المقدسيين المنهكين أصلا بفعل الاحتلال وجرائم الاحتلال المستمرة بحقهم، يدافعون عن المسجد الأقصى بما أوتوا من قوة. هذا اليوم لأول مرة شرطة الاحتلال تفرض وقتا زمنيا لدخول المصلين ومكوثهم في المسجد الأقصى المبارك، نصف ساعة فقط، وإلا عليهم مراجعة الشرطة المتواجدة على الأبواب وموضوع الهويات وما إلى ذلك. إذن الإجراءات في تعقيد مستمر، إجراءات جديدة تحول دون وصول المسلمين، دون وصول المصلين. الموضوع يعني تجاوز مرحلة الخطر إلى الخطر الشديد ربما، ألا توافقني الرأي؟ صحيح، يعني الإجراءات الإسرائيلية منذ عام 1967 هي ككرة ثلج بدأت صغيرة وألقي فيها من خلال المحاكم الإسرائيلية واللوبي الإسرائيلي والمؤسسات الإسرائيلية سواء كانت شعبية أو رسمية، تدحرجت ككرة ثلج كبيرة، كرة ثلج تتدحرج يوميا على الشعب المقدسي، بحيث أن هذه الإجراءات أصبحت لا تطاق، وأن هذه الإجراءات تراكمت إلى وضع خطير وخطير جدا، أوصل المدينة إلى حد أن يقرر أهل المدينة يقولون بهذه الكرة المتدحرجة من الإجراءات
من أجل أن يقولوا للأهل المدينة ارحلوا، من أجل أن يقولوا لم يعد لكم مكان في القدس، لم يعد حتى لموتاكم مكان، لم يعد لحياتكم مكان. حينما تغلق يا أستاذي، حينما تغلق بوابات المسجد الأقصى، معنى ذلك أن هذه البوابات ستصادر كما صدر باب المغاربة. حينما يا أستاذي الكريم تغلق أيضا بوابات المسجد الأقصى، معنى ذلك أنك تغلق أسواق كثيرة كسوق القطانين وطريق الواد وباب حطة، أنت تغلق الاقتصاد في المدينة. حينما تغلق بوابات المسجد الأقصى أنت تغلق الحياة التعليمية والحياة اليومية في المدينة. حينما تغلق بوابات المسجد الأقصى أنت لا تغلق فقط باب، وإنما تغلق باب العبادة، وتجعل هناك عبارة عن مكان مجفف تماما من البشر. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الإجراءات تهدف بشكل واضح جدا لتحقيق أيضا ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو محاصرة المسجد الأقصى وجعله هو أسير. نعم أسير، ولكن وفي ذات السياق إذا سمحت للشيخ ناجي، وكما يوضع في ذات السياق يعني تأتي إجراءات الاحتلال هذه المشددة وحصار المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع نشر قادة منظمات الهيكل المزعوم رسالة إلى ما يسمى وزير الأمن الداخلي أردان، ومطالبة أيضا لوزير جيش الاحتلال يعلون بالإعلان بشكل عاجل عن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بأنهم منظمات إرهابية ويجب حظر دخولها إلى المسجد الأقصى. إذن هناك تعاون أيضا للمؤسسة الأمنية، رعاية حكومية لكل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. صحيح يا أستاذي، وبالتالي يعني هناك 85 منظمة رسمية وغير رسمية تشتغل على موضوع المسجد الأقصى وعلى المتواجدين في المسجد الأقصى وعلى القدس بالذات. وأنت تعلم بأن المتابع الرسمي، اللجنة الرسمية المكونة من هذه المنظمات الرسمية في الدولة والشعبية أيضا الإسرائيلية المدعومة عالميا ومحليا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مرتبطة بشكل مباشر مع المكتب، مع مكتب رئيس الوزراء العنصري الذي يقود حملة ضد مقدساتنا بشكل مباشر. أنت تدرك بأن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى لافتات وإلى تبرير، فهناك في الدرج الإسرائيلي موجود العديد من الإجراءات. إذا ما تجمع شباب الأقصى أصبح شباب الأقصى تنظيما وأودعوا السجون، وما زالوا حتى الآن في السجون أكثر من 25 شاب بحجة أنه من شباب الأقصى، أصبح تنظيما. إذا ما تجمع 3 أو 4 يخرجون لهم على أنه تجمع إرهاب، والآن التجمع المرابطين والمرابطات حتى يحارب وحتى يستأصل تماما يخرج عن القانون ويصبح نظيما إرهابيا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الإجراءات إنما تريد فعلا ليس فقط تجفيف المسجد الأقصى، بقدر ما تريد أن تفتح ملف لكل مقدسي، تريد أن تشغل كل مقدسي بنفسه، تريد أن تقول لكل مقدسي إما أن تسكت وإما أن تلقى الدمار وتلقى العقاب. ورغم كل هذه الإجراءات، هل تعتقد أن هذه الإجراءات هي نهاية المطاف؟ أنا أعتقد أنها ليست نهاية المطاف، وأن الاحتلال يحضر لأهلنا في القدس، لأنه يجد أن 350 ألف هم الشوكة التي في حلق الاحتلال، ولم يستطع الاحتلال حتى الآن أن يذيب هذه الكتلة المتمسكة، هذه الكتلة الفلسطينية العربية المسلمة ذات الانتماء والاتحام مع المدينة ومع المسجد، لم يستطع أن يسكتها. وبالتالي هو يريد أن يفعل كل ما بوسعه حتى ينهي شيء اسمه مقاومة هذا المغتصب، وينهي شيء اسمه مقاومة هؤلاء المقتحمين. وصلت الفكرة شيخ، وينهي شيء اسمه تواجد للفلسطينيين في المسجد. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكرات، ضيف ملف اليوم من العاصمة المحتلة. شكرا جزيلا ومساء الخير، ونشكر لكم مشاهدينا طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم خميس ماخو، في الإخراج محمد إقدمات، وفي المتابعة والتنسيق هيثم عقل. دمتم بخير وفي أمان الله.